القيام مشتق من القامة، وقامة الإنسان هي قدر طوله مثل قامة الآن، لكن إذا باعد بين رجليه وفاجأ بينهما ستكون قامته أقصر. وتجدون كثيرا من المصلين في الصف وهم يقصدون سنة طيبة، وهي أن لا تبقى فرجة للشيطان، ولكنهم يجعلون الفرجة في داخل أبدانهم فيفرقون أرجلهم، وهذا خطأ. فالقيام لا بد فيه من استقامة القامة، وأن يكون الإنسان معتدل القامة هكذا. فالذي يقارب رجليه كالمكبل مشدود الرجلين لا يستطيع الاعتدال والاستقامة، والذي يباعدهما جدا كذلك تنقص قامته. فإذا الحد الوسط هو المطلوب، وهو هكذا أن يقف الإنسان وقوفه الطبيعي. وبعض الناس عند تكبيرة الإحرام يطأطئ رأسه هكذا، وهذا غلط، فلا بد أن يكون الإنسان قائما قياما كاملا. وبعضهم ينظر إلى الهواء ويحملق في السماء، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن رفع البصر في الصلاة، وحذر منه تحذيرا شديدا، فقال: ليكفن أقوام عن رفع أبصارهم في الصلاة أو لا تؤخذن أبصارهم ثم لا ترجع إليهم أبدا. وهذا تحذير شديد من النظر في الصلاة ورفع البصر فيها. على الإنسان أن يمسك بصره في الصلاة ولا ينظر إلى شيء بقصد التدقيق والتحقيق فيه. وكذلك فإن بعض الناس عند تكبيرته عندما يرفع يديه يكون كالخاضع هكذا، فيرفع منكبيه ويطأطئ رقبته، وهذا خطأ في القيام، لا بد أن يكون معتدلا هكذا. ثم في الرفع، الرفع عند تكبيرة الإحرام ليس مجالدة ولا مضاربة، فبعض الناس يفعل هكذا وهذا خطأ. إنما يرفع الإنسان يديه بطمأنينة واعتدال حتى يصل بهما إلى فروع أذنيه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فتكون يداه هكذا ينبذ بهما الدنيا وراء ظهره نبذا خفيفا ليس بالمضاربة ولا بالشدة، ولا يكون لذلك صوت، ويكون ذلك مع تكبيرة الإحرام أو بعدها، فلا حرج في تأخر الرفع قليلا عن التكبير. وهكذا لا يكون الرفع شديدا أيضا، أوسط الرفع أفضله، وهو أن يكون إلى فروع أذنيه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. ثم بعد ذلك يردهما برفق. ثم بعد هذا هيئة القبض في الصلاة، وهي أن يجعل يده اليسرى على صدره، والصدر مما فوق السرة إلى النحر كله، سواء وضعهما هنا فوق السرة أو هنا في أسفل الصدر أو في على الصدر ما لم يصل إلى الخنق. والناس يخطئون في وضع الأيدي، فمنهم من يحرق نفسه بيديه فيجعلهما على رقبته، وليس هذا واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من يبعدهما فلا يجعلهما على صدره أيضا، وليس هذا قبضا واردا أيضا، لا بد أن يكون على الصدر. وقد ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يقبض تحت سرته، وكان يسمي نفسه الأصلع البطين، الأصلع. وصلعوا في الخلفاء الراشدين فثلاثة منهم صلع، أبو بكر وعمر وعلي، كلهم كان أحص الرأس للقتال ولوضع المغفر على الرأس. والصلع عادة يقع للأذكياء، من كان شديد الذكاء يصاب بالصلع غالبا. وكان يسمي نفسه الأصلع البطين لأنه كان له بطن، وليس معنى البطين أنه كبير البطن، بل كان هو ربعة إلى القصر، فكان أقصر من النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان يقبض تحت سرته في بعض الأحيان. وهذا القبض لا بد أن تكون اليد اليسرى فيه هي السفلى. بعض الناس يقبض بيسراه يمناه، فيجعل اليمنى أولا ثم يقبضها، وهذا خطأ. وقد جاء في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه وقد وضع يده اليمنى على صدره ويده اليسرى فوقها، فجعل يده اليسرى على صدره واليمنى فوقها، غيره النبي صلى الله عليه وسلم بيده في الصلاة. وهذا يدل على أنك إذا رأيت بعض أصحابك على خطأ في الصلاة ولو كان في المندوبات والسنن يمكن أن تغيره بيدك، كما ثبت في الموطأ عن ابن عمر أنه رأى رجلا يتلثم في الصلاة فجعل لثامه على أنفه وفيه، فجاء ابن عمر فجبذه جبذا شديدا، كان ابن عمر شديدا فجبذه جبذا شديدا ليبين أن هذا يفسد القراءة. ويفسد القراءة لأن الإنسان إذا كان مغطى الفم مغطى الأنف قراءته غير صحيحة. ثم بعد هذا في حال القراءة، قراءة الفاتحة وقراءة السورة، لا بد أن يبقى الإنسان على قيامه معتدلا. وصورة القبض أن يجعل اليسرى هكذا ويجعل اليمنى فوقها ويبسط اليسرى. بعض الناس يقبض اليد السفلى هكذا ويجعل اليمنى فوقها كأنما هو ملاكم يقبض يديه معا، وهذا خطأ. فلا بد من بسط اليد اليسرى على الصدر ثم يقبض فوقها باليمنى.
والقبض آخذ من الكف والرسغ فقط وليس له بالساعد شيء. والصورة الثانية هي البسط، وهي أن يبسط يده اليسرى فوق صدره ويبسط اليمنى فوقها هكذا. وبعض الناس يبسطهما إلى المرفقين فيقبض بكل واحدة من اليدين الأخرى من عند المرفق، وهذا خطأ وليس بالقبض الذي هو سنة. وبعضهم أيضا يجعل اليدين متعاقبتين هكذا فقط، وليس هذا بقبض ولا بسط، بل القبض إنما هو بأن يجعل يده اليمنى على الصدر ويقبضها هكذا، وهو آخذ من الرسغ والكف فقط، والوضع آخذ من الكف والرسغ والساعد، لأن يجعل يده فوق الأخرى تماما هكذا. وبعد هذا يأتي الركوع فيكبر له الإنسان، وبعد التكبير أو مع التكبير ينحني ويرفع يديه، وهذا الرفع ليس مثل الرفع الأول إلى فروع أذنيه، بل رفعا دون ذلك إلى منكبيه أو إلى ثدييه، يرفع رفعا معتدلا، ليس أيضا بذلك الرفع الشديد بالقوة، بل يرفع ركع. وهيئة الركوع هكذا، يبقى الإنسان قائما معتدلا، ومن هذا المكان من أسفل الظهر لا يطرأ عليه أي انحناء. بعض الناس يثني ركبتيه في الركوع وهذا خطأ، لا بد أن يبقى الإنسان قائما كما كان، ثم يثني أعلاه ويحصر ظهره، والحصر معناه الثني، أن يثني ظهره هكذا فيكون ظهره مستويا تماما على هذا الوجه. فإذا وضع فوقه شيء لم يقع لأن الظهر معتدل مستوي، ورقبته تكون هكذا مع ظهره أيضا باستمرار، فيثني لحيته قليلا إلى الوراء. بعض الناس يفعل هكذا فيثني رقبته ويثني رأسه إلى الوراء، ويظن أنه عليه أن ينظر موضع سجوده، وهذا غير صحيح، عليه أن يمد رقبته مع ظهره باعتدال هكذا. هكذا فيكون الظهر معتدلا تماما، وتكون الرقبة مع الظهر. ترون الهيئة الآن، وانظروا إلى اليدين، فالركبتان تقابلان الكفين، والأصابع تتفرق فيما تحت ذلك، فالركبة تدخل في حفرة الكف وتتفرق الأصابع بعد ذلك، ويكون الظهر معتدلا هكذا اعتدالا شديدا، ولا صلاة لمن لم يسوي ظهره في الركوع. واللحية تكون هكذا راجعة مع الرقبة قليلا حتى يتمكن، ثم بعد ذلك يرفع. وهذا الرفع أيضا لا بد أن يكون بسهولة، فلا يكون بشدة، ويرفع الإنسان يديه معه رفعا مثل الرفع للركوع، فلا يصل به إلى فروع أذنيه، بل إلى منكبيه أو ثدييه فقط، ويقف وقوفا مثل وقوفه من الفريضة. وبعض الناس يرى أن من الحق اللازم عليه في رفعه الخفة والسرعة، فتجده يرفع هكذا ثم يسجد، وبعضهم لا يرفع أصلا، بل من ركوعه ينحني للسجود مباشرة، والرفع من الركوع فرض لا بد منه. والنقر وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، حرمه وصفه بنقر الغراب، فهذا ليس صلاة، لا بد أن تكون الصلاة بهيئتها الصحيحة. فلذلك لا بد أن يعتدل قائما، أن يستوي قائما بعد ركوعه، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في حديث المسيء في صلاته، وله الحق حينئذ في القبض وكذلك في السدل بعد الرفع من الركوع، لأنه لم يرد في ذلك نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حادث التي ذكر فيها القبض إنما كانت في القيام مطلقا، فيمكن أن تشمل هذا القيام بعد الركوع، ويمكن أن لا تشمله، وجمهور أهل العلم لم يكونوا يقبضون بعد الركوع، ومنهم من أجاز ذلك، وقد قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: أنت بالخيار، إن شئت فاقبضهما وإن شئت أرسلهما، وإذا أرسلهما فلا يكون ذلك أيضا بشدة شديدة، بل يرسلهما إلى جنبيه، هذه إلى عطف وهذه إلى عطف هكذا، ولا يقبضهما. بعض الناس يقبض أصابع يديه في حال السدل، وذلك من الرياضات وليس من هيئة الصلاة. هيئة الصلاة أن يعود كل فقار مكانه، كما في الحديث: يعود كل فقار مكانه، يعود كل عظم إلى مكانه وهيئته. ثم بعد هذا، بعد الذكر في الرفع من الركوع الذي يهمله كثير من الناس،
وقد سبق ذلك في كثير من الناس يظنون أن الرفع من الركوع لا يقال فيه إلا ربنا لك الحمد ويسجدون مباشرة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيه ربنا لك الحمد حمدا كثيرا، ربنا لك الحمد من السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد. وفي رواية أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وفي حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل في الرفع من الركوع حتى نقول هل سها، حتى نقول هل سها لطول دعائه في الرفع من الركوع. وإذا دعا فيه الإنسان فالأفضل هو هذا الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث الأنصاري أيضا الذي سبق وهو ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وفي رواية النسائي زيادة كما يحب ربنا ويرضى. ثم بعد هذا يكبر للسجود، والتكبير للسجود كثير من الناس يهمل التكبير حتى يسجد ثم يكبر، وهذا غلط، فيجعل الانتقال خاليا من الذكر، والانتقال حركة مقصودة في الصلاة. فلذلك ينبغي أن يبدأ الإنسان تكبيره مع بداية انحنائه، يقول الله أكبر فينتهي عند سجوده، ينتهي تكبيره عند سجوده. والسجود مختلف في هيئته، هل يبدأ الإنسان أولا بوضع يديه أو يبدأ بوضع ركبتيه، لكن كلا ذلك واسع. فإذا وضع ركبتيه أولا فلا يضرب بهما الأرض، ينزل عليهما هكذا، وقد جاء ذلك في حديث أبي هريرة. وإذا وضع يديه أولا فلا يضرب الأرض كذلك بهما، بل يجعلهما هكذا. ولا بد أن يكون أن تكون ركبتاه أيضا بقدر تقاربهما في حال قيامه، فإذا فاجا ركبتيه جدا فسيكون سجوده مختلا وسيأخذ مساحة أكثر مما يستحقه في الصف، فيؤذي الذي عن يمينه ويؤذي الذي عن شماله. ومثل ذلك في الركوع ما يفعله بعض الناس من التجنيح، فيجنح بمرفقيه فيؤذي الذي عن يمينه وعن شماله، يفعل هكذا، فهذا غلط لأنه يؤذي من عن يمينه ومن عن شماله. والأصل أن تكون يداه هكذا كما بينا. وكذلك في السجود على الإنسان أن يقتصر على محله ولا يؤذي جيرانه في الصف، فيسجد ويجعل جبهته بين يديه، فإذا سجد وضع ركبتيه في موضعهما وسجد على رؤوس أصابعه، تبقى رؤوس أصابعه على الأرض، ثم بعد ذلك يضع كفيه ويجعل جبهته بينهما هكذا، ويبسط ظهره هذا البسط بحيث يكون قامته 4 أذرع بالإبهام له هو، فكل إنسان 3 أذرع أقصد بالإبهام له هو، فكل إنسان إذا بدأ من إصبعه الإبهام من رجله، من إصبع رجله الإبهام، وذرع إلى موضع لا نهاية موضع جبهته، فسيكون 3 أذرع له. تعال عبد الله أمسك هنا عند الإصبع، تعال حسن، جبهة عند أول جبهة، أيوة أمسك هذا المكان من يد عبد الله إلى هذه بالإبهام. كل إنسان ذرعه بحسبه هو، إذا كان طويلا فسيكون مساحة سجوده أطول من هذا، وإذا كان أقصر فسيكون أقل. فهذا هو السجود المعتدل الذي ليس فيه بسط زائد، فبعض الناس ينبسط جدا هكذا فيكون كأنما هو منبطح على الأرض، وبعضهم يعقد ظهره هكذا فيسجد على هذه الهيئة، وبعضهم يضع مرفقيه في السجود في أبطيه، في أقصد رفقيه، فيسجد هكذا، وهذا كله خطأ. فالسجود لا بد فيه من التجنيح تجنيحا وسطا ومن هذه الهيئة، فإذا خالف ذلك الإنسان فقد اختل سجوده، لا بد أن يكون على هذه الهيئة. الذي يجنح تجنيحا شديدا هكذا تكون يداه إلى غير القبلة، أو يسجد فقط على رؤوس أصابعه، يجعل أصابعه على الأرض ولا يمسها براحتيه، هذا سجوده مختل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على 7 أعظم، على الجبهة وأشار إلى أنفه، والكفين والركبتين وأطراف القدمين، فهذه 7 أعظم يسجد عليها الإنسان، وكل عظم يأخذ حظه من السجود.